اهلا بحضراتكم مره تانية، وده معاد فقرتنا اليوميه وجولتنا مع ابرز عناوين صحف القاهره الصادره صباح اليوم. معانا في الجوله النهارده الاستاذ محمد حبوشه، مدير تحرير صحيفه الاهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا. نبدا بعنوان صحيفه الاهرام، السيسي اتوقع امريكا والعالم إعلان الإخوان جماعة متطرفة، نحن أكثر من تحمل ويلات الإرهاب في السنوات العشر الأخيرة، الإرهابيون لديهم قراءة خاطئة للإسلام. طبعا ده كان ضمن كلمة الرئيس سيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني توقعات حضرتك لما بعد الجمعية هذا العام، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ يعني هو الكلام تحديدا كان في حواره مع فوكس نيوز، شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، واللي تحدث فيها عن أنه التطرف الموجود في العالم حاليا نتيجة فهم خاطئ للإسلام، وأنه القراءة اللي بتتم من جانب هذه الجماعات هي قراءة خاطئة بالدرجة الأولى، وبالتالي بينتج عنها ما يسمى بحالات الإرهاب الموجودة في العالم حاليا، وأنه حتى يعني مراسل شبكة فوكس نيوز سألوا عن أنه بيوجه له نقد دائما بأن الرئيس السيسي يتحدث دوما عن تجديد الخطاب الديني، يعني مغزى هذا النقد إيه؟ فتحدث بصراحة وقال أنه يعني تجديد الخطاب الديني معناه فهم صحيح للدين، ليس معناه نسف قواعد أساسية أو نسف العقيدة الموجودة داخل الدين، سواء كان الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو أي ديانة أخرى، وأنه يعني هذه القراءة الجيدة أو هذه القراءة أو إعادة ضبط المفاهيم حول الدين بشكل عام وتوظيفه في الحياة بشكل أساسي هو هدف، يعني هدف أساسي وضروري في هذه المرحلة بالتحديد، بيدعو العالم إلى فهم العالم الغربي، كمان بيتوجه إلى العالم الغربي لعدم فهم الإسلام على أساس أن هناك قلة تمثل هذا الدين، وضرب مثال بأنه لو عندنا 1.6 مليار مسلم على مستوى العالم، لو 1 في 1000 ده معناه أنه هيبقى عندنا 1.6 مليون إرهابي أو مليون واحد يعني ممن يحملون الأفكار المتطرفة، فبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من الفهم الصحيح من جانب المجتمع الغربي لطبيعة الدين الإسلامي، الطبيعة السامحة، الطبيعة التي تدعو إلى التحرر وتدعو إلى يعني الفكر المتطور وتدعو إلى مواكبة العصر وخلافه من هذه المفاهيم. يعني أنا بعتقد بأنه في هذا السياق جاءت فكرة تصنيف الجماعة الإرهابية أو جماعة الإخوان المسلمين، تصنيف هو طالب المجتمع الدولي كله في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا التصنيف في هذا السياق أو بهذا الصدد، وتحدث مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها يعني كانت قد استجابت ثم تراجعت، هناك قوى داخلية داخل المجتمع الأمريكي بترفض هذه المسألة، أو ما زال هناك نوع من التعنت في التعامل مع الموقف المصري نتيجة السياسات الخاطئة التي يعني التي كانت في عهد الرئيس السابق أوباما وهيلاري كلينتون وغيرها من الصخور الموجودين في البيت الأبيض الأمريكي. نعم. جريدة الجمهورية ما زال أيضا الحديث حول زيارة الرئيس لنيويورك، الرئيس السيسي أمام القمة العالمية لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، مصر تواصل دورها الإقليمي والدولي في حفظ السلام والأمن، شاركنا ب30,000 جندي في عمليات حفظ السلام في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ونطالب بإعطاء الأولوية لجهود تسوية النزاعات. يعني هو الرئيس تحدث بصراحة وبوضوح ولخص كلمته في 4 نقاط أساسية، وتحدث بداية عن دور مصر في قوات حفظ السلام. طبعا هو كانت الكلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية حفظ السلام، حفظ الأمن والسلام بموجب قرارات الأمم المتحدة في فصلها 8. بعتقد بأنه يعني كان واضحا بشكل كبير جدا في خطابه،
من خلال تحديد 4 نقاط أساسية. النقطة الأولى تتعلق بأنه لابد أن يكون هناك نوع من الجهود الدبلوماسية التي تعقب وجود قوات حفظ السلام في منطقة من العالم. لابد أن تكون هناك جهود سياسية، جهود دبلوماسية بتراعي فكرة الخصوصية للدول للدول الموجود فيها هذه النزاعات. أيضا تحدث عن أنه لابد أن تكون هناك يعني هناك تحرك في إجراءات الفض المنازعات بين الدول. لا يقتصر دور الأمم المتحدة فقط بأنها تضع قوات في للفصل بين قوتين متحاربتين أو قوتين متنازعتين، ولكن لابد أن يكون هناك وسائل دفع لتحريك هذا الإدارة هذه الأزمة بشكل أساسي. ثم تحدث عن أنه صحيح أن الأمم المتحدة لها يعني بتحافظ على السلم والأمن الدوليين، ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن تفرض وصاية على الدول التي تحفظ فيها الأمن والسلم بما يضمن حقوق المدنيين، بما يضمن حقوق الأقليات الموجودة في مناطق النزاع في العالم. أيضا تحدث عن الولايات، ولايات القوات حفظ السلام، وأن لابد أن يكون هناك نظام عادل في توزيع هذه القوة، بمعنى أن هناك دول كبرى تستحوذ على 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 يعني حصتها في النزاع في يعني إرسال قوات من جانبها، وبيحدث نوع من عدم التفاهم بين السكرتارية العامة للأمم المتحدة وبين هذه الدول. أيضا لابد أن يكون هناك دور للمنظمات الموجودة في مناطق النزاع زي جامعة الدول العربية، زي وضرب مثالا بمنظمة بالاتحاد الإفريقي وشرح تجربة ناجحة للاتحاد الإفريقي في فض المنازعات، وهناك نوع من التعاون بينها وبين الأمم المتحدة، وكان هناك اتفاق في إبريل الماضي بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في فض المنازعات، وكان هناك نوع من التنسيق. فبالتالي لابد أن يكون هناك دور لهذه المنظمات أو دور لهذه الهيئات الموجودة في على أرض الواقع، وهي تحتك بعمليات النزاع بشكل أساسي. تمام. طيب، في صحيفة الأخبار، وزيرة الاستثمار تلتقي ممثلي كبرى صناديق الاستثمار الأمريكية، سحر نصر فرص استثمارية كبرى في مصر وتذليل أي عقبات تواجه رجال الأعمال. ممثلو الصناديق يعلنون زيادة حجم استثماراتهم خلال الفترة القادمة. ده طبعا على مستوى الشركات الأمريكية، وفي أكتر من تقارير دولية أيضا فيما يتعلق بفرص الاستثمار الموجودة في مصر خلال الفترة القادمة من دول أخرى أو من أماكن أخرى في العالم أيضا. أنت قصدك مودلز اللي التصنيف. التصنيف. التصنيف الدولي لـ8 الدول. هو يعني الدكتورة سحر ناصر التقت 19 شركة أمريكية من كبرى الشركات الأمريكية. طبعا هذه الشركات بتستثمر في العالم في حدود 278 مليار دولار، منهم مصر من ضمن دول العالم التي تستثمر فيها. طبعا هي شرحت وجهة نظرها في فرص الاستثمار الموجودة في مصر في هذه اللحظة بالتحديد. تحدثت عن قانون الاستثمار الجديد، تحدثت عن المناطق الواعدة في مصر زي منطقة تنمية قناة السويس، وتحدثت عن 240 مليون متر مربع جاهزة للاستثمار، تحدثت عن فرص كثيرة جدا وإجراءات تسهيل إجراءات للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. وهناك كان هناك نوعا من التفاهم من جانب هذه الشركات الكبرى الأمريكية، ووعدت بأنها ستزيد حصتها في الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. طبعا بالتأكيد هذه يعني شرح وجهة النظر المصرية. طبعا الحديث عن الإجراءات الاقتصادية الموجودة في مصر خلال الفترة الماضية سواء تحرير سعر الصرف، غيرها من الإجراءات المتعلقة بالقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، كل هذه الأشياء كانت محط أنظار الشركات الأمريكية، وبالتالي وعدت هذه الشركات بأن يكون هناك نوع من زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة القادمة. في المصري اليوم، الحكومة تمنح القطاع الخاص حق تشغيل السكة الحديد، المستثمر يحصل على الصيانة والتشغيل وإنشاء الخطوط والمشروع يقول للدولة بنهاية العقد. تفتكر هو ده الحل الأمثل لمشكلة السكك الحديد وإعادة إحيائها من جديد وحل مشاكلها
الممتدة على مدى سنوات طويلة. يعني هو وزير النقل تحدث عن أنه ليس هناك نوع من الخصخصة. هو لو لاحظت في عقد هينتهي بتاريخ معين وترجع بعده للدولة. لا، هي الصيانة هتسند إلى القطاع الخاص. وده في حد ذاته ده خطوة إيجابية، يعني خطوة إيجابية في لأنه القطاع الخاص يعني هياخد فلوس، بناء على هذه الفلوس هيكون هناك نوع من الانضباط في التعامل مع الصيانة، لأن مشكلة القطارات في مصر مشكلتها على سبيل المثال وليست الطرق أو وسائل المواصلات الأخرى. لا، الفكرة الحديد مشكلة صيانة على مدى سنوات طويلة، مشكلة صيانة وقطع غيار مش موجودة، ونحن عانينا وتأهيل سواقين بالضبط، وعانينا خلال فترة، وهناك جزء من الإدارة أيضا كمان هيكون موجود للقطاع الخاص، جزء من المراقبة في الإدارة علشان يعمل هذه الصيانة. طبعا يعني هناك يعني الحكومة أولت يعني اهتماماتها من يعني المجموعة الاقتصادية بالتحديد حددت 100 مليار لصيانة القطارات خلال الفترة القادمة. طبعا هذا المبلغ يعتبر مبلغ قليل، ولكن على أي حال هو يعني إلى حد ما حيحسن من الأوضاع الموجودة أو الأوضاع المتردية التي كانت عليها السكك الحديدية في مصر خلال الفترة. هو مفيش ذكر كمان أنه التذاكر هتزيد أو هيبقى في أي تحليل؟ لا، مفيش. هو تحدث عن أنه هناك 100 مليار للصيانة، وتحدث عن تطوير وسائل تطوير القطارات بحيث تنقل 25 مليون طن من البضائع خلال السنة. فهذا هو يعني كل ما في يعني كل ما موجود. طب هل حضرتك تفتكر انه الاداره كمان لازم يبقى في عليها تطوير وتحديث طبعاً وتغيير طبعاً مش بس الصيانه؟ بالتاكيد ما هو الاداره هي المنوط بها حمايه المواطنين، وبالتالي لابد ان هناك وسائل للرقابه، هناك وسائل جديده للرقابه، هناك الأداء. وسائل للمتابعه، هناك وسائل لتطوير الاداء بشكل أساسي، لتطوير الأداء الإداري داخل المحطات وداخل هذه الهيئة، هيئة السكك الحديدية. أعتقد بأنه خلال الفترة القادمة سنشهد ولو نوع من التحسن، ولا مش طفرة، لكن هيحصل نوع من التحسن في الأداء حفاظا على حياة المواطن المصري. من جريدة الأخبار، المعارضة القطرية: خطاب تميم في الأمم المتحدة هزيل ومخيب للأمال، الشعب القطري متذمر من الوضع الحالي والعمال الأجانب يهربون من الدوحة. ده يعني لسان حال المعارضة القطرية اللي كان ليها مؤتمر مؤخرا في لندن. يعني جمع أطياف المعارضة القطرية اللي فيه بيان عبد الله الثاني. أنا بعتقد بأنه يعني لم يكن موفقا أمير قطر في هذه القمة، بالتحديد قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 72. كان خطابه مخيب الأمل لأنه تحدث عن طرف فقط واحد ووحيد في هذا الخطاب، وهو إيران. إنه يعول على إيران، بيدعو المنطقة إلى التعاون مع إيران. طبعا إيران معروف أنها لها كوارث كثيرة جدا في العالم العربي، وهناك حقوق ضائعة لديها للدول المحيطة بها زي الإمارات والبحرين وغيرها من هذه الدول. أنا بعتقد بأنه يعني المجتمع الدولي كله بيتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، وبيتحدث عن التهديدات التي تصدر من إيران بصفة مستمرة. وهناك عدم اكتراث بهذه التنديدات بوجود مشروع نووي ضخم بيهدد الأمن والسلم في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بشكل كامل. بعتقد بأنه عندما يأتي أمير قطر ويتحدث عن تعاون ويدعو دول المنطقة للتعاون مع إيران، أعتقد بأنه فيه نوع من الخيال الطامح نحو يعني نحو الهوس ونوع من القرف. لأنه في النهاية لابد أن يكون هناك، هو طبعا بيحاول أنه يبعد الأنظار عن فكرة المطالبة بالانصياع للقارات الدولية وانصياع، وطبعا لم يدرك غضب حتى الولايات المتحدة الأمريكية عليه، بدليل أنه لم يصافحه الرئيس ترامب ولم يصافحه الرئيس السيسي. وهو حتى أمير قطر دخل من باب ذوي الاحتياجات الخاصة في الأمم المتحدة
لأنه خايف من أنه يدخل حتى من البوابات الرئيسية، لأنه كانت هناك مظاهرات وكانت هناك وقفات احتجاجية وكان هناك مجتمع الدولي بكامله غاضب من قطر في هذه اللحظة بالتحديد، لأنها دولة مارقة ودولة ممولة للإرهاب، وبالتالي لابد أن يكون هذا الخطاب مخيبا لأمال المعارضة وحتى حتى للأسرة الحاكمة الموجودة في قطر. واضح أنه بقى في ارتباك داخلي في قطر طبعا أكتر من الأول، يعني طبعاً. بقى في أصوات كتير من الداخل القطري ابتدت ترتفع وتطالب بحل وبتطالب أنه هو الموضوع من سيء لأسوأ. ما هو في انعكاسات على الأوضاع الداخلية، في انعكاسات على الاقتصاد، في انعكاسات، في شركات كتير جدا بتنسحب، في استثمارات بتنسحب من قطر، فيه 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 وسائل كثيره جدا للتهديد. هناك الرباعيه العربيه المناهضه للممارسات القطريه نجحت في حشد كثير من الدول وحشد كثير من المنظمات الدوليه وحشد كثير من دول المنطقه في التصدي لظاهره الارهاب القطريه في هذه اللحظه بالتحديد. نعم. المصري اليوم العبادي: نرفض إجراء استفتاء كردستان في أي وقت، والاستفتاء في أي وقت استفتاء مخالف للدستور وفيه تجزئة وإضعاف للعراق، السعودية تدعو لعدم إجرائه، وبرزاني لا رجعة فيه. تتوقع إلى ما ستؤول الأمور؟ هل المواجهة العسكرية محتملة أو واردة؟ لا، المواجهة العسكرية هو تحدث عنها العبادي بشكل واضح وصريح، وهناك تعليمات للشرطة المحلية بالتصدي لأي خلافات أو أي مشاكل تنجم عن هذا الاستفتاء. طبعا الاستفتاء ده عليه مسعود برزاني، المفروض يوم 25 القادم. هذا الاستفتاء أنا في اعتقادي بأنه لن يتم، لأنه هناك تحركات أصلا دولية. يعني هناك اليوم في هذا الصباح تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخاطب الأكراد التغاضي عن هذا الاستفتاء، لأنه سيؤدي إلى انقسامات داخل الدولة العراقية، سيؤدي إلى أضرار للدول المحيطة بالعراق وبالتحديد تركيا، على سبيل هناك نوع من التصعيد بين كردستان العراق وبين الأكراد، هناك نوع من التنسيق بينهم وبين أكراد تركيا. هناك تراشق دائم بين تركيا وبين كردستان. هناك عناصر عربية موجودة داخل إقليم كردستان بتهدد بالانفصال. يعني فكرة التقسيم هي فكرة غير واردة، لأنه فكرة تقسيم الأكراد ده يؤدي إلى تقسيم الشيعة والسنة، ده يؤدي إلى تقسيم العراق إلى أكثر من دولة، وده بيحقق الهدف. نعم. الأمريكي أو بيحقق هدف كونداليزا رايس في الشرق الأوسط الكبير، أو بيحقق هدف برنارد لويس 1983 في تقسيم المقسم داخل الدول العربية. أنا بشكر حضرتك لوجودك معنا أستاذ محمد حبوشة، مدير تحليل أهرام، في جولتنا الصحفية النهاردة. شكرا لوجودك. شكرا. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، ونستكمل بعد الفاصل.